بعد الكلام ده على مين؟ عايزين المناقشات بتاعت المشروعات يبقى عندي اللجان بتفرج عليها ايه؟ مسؤولين من وزارات ومحافظات وشركات ومستثمرين. يعني يقول لك انا عايز من دول، لان المستقبل بتاعنا نتمنى تيجي شركات بعد كده بيحصل بره. انا شركتي اي بي بي مثلا فيها اللي بتاعت الطاقه الشمسيه الكبيره دي بره، عاملين في المانيا مثلا مع جامعه معينه، بناخد الدفعه اللي بتاعه الهندسه الالكترونيه كل سنه بناخد 50 واحد على طول، فاحنا بنصرف عليه. طب انا بس الجامعه عايش على كده، انا ليه وجهه نظر في الموضوع ده. طبعا هتلاقي مثلا عندك 100 واحد في رجال اعمال في مصر كتير، خلينا نتكلم بصراحه، ممكن يكونوا عايزين يجنبوا رئاسه بشكل من الاشكال، عايزين ياخدوا دي كده خساره، مش عايز تدخلهم خالص. لا لا خالص، عشان كده قلت لك ايه، دفع الشباب دي تبقى في مؤسسات الدوله الجامعيه. متفق معاك تماما، ده احنا متفقين، ده هدفنا من الاول. بسهولة قوي انها تاخد الشغل، ده خساره ليكم. ده انا متفق معاك، مصر يعني في الناس دي تخش في الدوله الحكوميه، هي متفقين. عايزه اسهلك حاجه، اللي يشتغل في مالتي ناشونال مش شرط يقدر يشتغل في حكومه. شغل الحكومه في اي حته في العالم هي طبيعه خاصه جدا، طبعا انك انت بيبقى مش ما عندكش التولز وما عندكش اللي هي المحاسبه ماشيه بنفس، يعني بيبقى النتورك بتاعها عامله زي يا العنكبوت، يا عامله زي عارف بيت العنكبوت كده، فيه علاقات كتيره مختلفه وفيها حاجات. يعني اي حكومه في الدنيا، اي حكومه في الدنيا الشغل اللي فيها مش الهايراركي اللي ماشيه السيستماتيك بتاعه المالتي ناشونال او البرايفت سيكتور، غير ان احنا بس يعني في ناس بتبان ان هي تقدر تشتغل في الانفايرمنت ده في البيئه دي، وفي ناس ما بتقدرش تشتغل في البيئه دي، وفي ناس تانية لازم تشتغل لوحدها خالص، اللي هم الانتربرينورز، اللي هو بقى انا عندي منتج او انا عندي شايف ان في نقص في السوق وانا عايز، يعني ما عندوش مانع يفشل، ما عندوش مانع ان هو يجرب، ما عندوش مانع ان هو يخسر ناس ويكسب ناس. الشخصيه دي از ان انتربرينور، ده شخص يقدر ياسس حاجه لوحده. لكن الشخصيه دي ما تقدرش تشتغل في البيئه بتاعه الجوفرمنت، ان فشل يؤدي لفشل المنظومه، وفشل يؤدي الى مشكله كبيره. يعني فهو يقرر واحنا نوجه. انا بس عايز اكمل لك الحته بتاعتك كلامك، عشان كده احنا لو من اول يوم حتى ناس سالونا على فكره في جهات كتيره جدا مستعده تخش تموت جدا جدا، خرجناهم كلهم وقلنا ده من تحيا مصر عشان دي من فلوس الشعب، صحيح، وهنحاول نعمل كل ما عندنا. بس انا لسه امبارح احنا برضو دورنا واحنا بنتكلم كده، احنا ناس من بره لنينا مصلحه في حاجه ولا كده متطوعين تماما، فقلنا امبارح عشان الدوله تساعد بقى في انا هخلق فرص للناس دي، مش محتاج مش هخلق لهم فرص، الفرص موجوده والقطاع الحكومي كله بيعاني اشد المعاناه، واي وزير او مسؤول النهارده بقى عارف ان دي عمليه مش تضحيه، عمليه انتحار، فهو في عرض اللي يساعده. صح، عشان ادخله الورق، هو حضر معايا الاجتماع ده وشاف المشروعات التخرج، حط عينه مثلا على نجات، قال لك انا عايز دي هاتوها لي، حته هاتوها لي دي بقى عشان تتجاب بالشكل اللي يضمن ان هي تستمر وتبقى سعيده وناجحه، مش بس ماديا، انا مش بتكلم فلوس ولا التحدي حلو جدا، لكن بقى المستقبل والكارير بتاعه كل حاجه لازم تسندنا التشريعات. فاحنا لازم نعمل ايه؟ اسلوب الضغط واللوبينج ده اللي بتمناه. يعني احنا كلنا ده انا بستغربها كتير جدا لما بتفرج كده من بره، الاعلام كله ما لمسناش لجنه الاصلاح التشريعي، ما طلعش زي احنا، لا انا بتكلم ده احنا لا يمكن مش كله، انا بقول لك الاعلام الدوشه اللي عمل الدوشه كله بيتكلم قليل قوي على حاجه زي كده، طلعت ايه وما طلعتش ايه؟ عندهم عاملين زي السلحفاه يعني. وانا اعرف تفاصيل من جوه كده عشان الجواز. احنا عارفين احنا بندور على جواز، اوكي؟ بس عايز يساعده بقى انترنت. التعليم اللي هو بعد الجامعه ده بيدي لك ناس، نخبه من الناس هي بتبقى سالت نفسها السؤال ده وهي عارفه هي عايزه تروح فين. يعني اللي جاي ان هو عايز يشتغل في مالتي ناشونال هيقدر بسرعه قوي يفهم ان ده مش البرنامج، ده برنامج للقدر، لتأهيل القدر، مش برنامج، مش مكتب توظيف. المستوى لا يعني هم هيلاقوا فرصهم بس، ودي في حد ذاتها احنا هنقدر، يعني هنقدر نشوف وي كان ايدنتيفاي ده في التقييم، في التقييم طول هيبان كله طبعا وفرصهم موجوده. بس انا متفق معاك تماما، انا نفسي بقى لما اطلع لعيبه كويسين دول، انا واحد من الناس مثلا انا كنت عايش في دبي، وبعد انا سافرت قبل الثوره بوقت قليل من الناس برضو اللي فجاه نفسي اتقطع، وكنت قاعد هناك مستقبلي مع جنرال الكتريك او شركه فايزر، وبعد جنرال الكتريك مش راجع مصر خالص. الثوره قامت اتجننت، قلت لازم ارجع، وحتى بنتي كانت داخله جامعه قويه في انجلترا، تعالي يا بنتي نرجع، وامي ومراتي وابني يلا بينا نرجع ونحاول في بلدنا، ده وقت لو نزلوا نضيف قيمه هو ده الوقت، تمام؟
رجعت وطلع عيني في مليون حاجه، بس جالي مليون وقت كده. انا وانت كنا بنتكلم النهارده الصبح ايه واحنا بنشتغل 6 شهور دي، جالنا كام لحظه احباط قلنا مش هيكمل، بس اول لما يكلمونا بكره الصبح عايزين تجهز حاجات، عايزه اسبوع نخلصها في ليله. تمام، حاجه جميله جدا. انا ما انا بقول لك، فهي نفس المنطق ده. انا بحط نفسي مكان الولاد اللي هيتخرج من هذا المجال، هو جزء من قوه التدريب كمان زي ما كانت ساره بتقول، نعوده اعمل حسابك هتنزل في ملعب مستنقع، من اصعب انت مش لازم ملعب سهل، امال هندربه الكلام ده كله ليه وعلى حسابنا؟ عشان لما تيجي تنزل ما تقوليش ايه ده؟ ده الارض بلدي قوي. فبس جنب كده اتمنى كمان اساعده بايه؟ اساعده بتشريعات وحمايه فعلا. دي مش ايدينا. دكتور خالد، حضرتك اتكلمت اكتر مره عن الاصلاحات التشريعيه او القوانين اللي محتاجين انها تبقى موجوده علشان نقدر نوفر فرص للشباب. اولا زي ما احنا بنقول كل ما يتعلق بالاستثمار، قوانين الاستثمار والحاجات دي اول حاجه. نمرة 2 قانون الخدمه المدنيه يتطبق بحذافيره. الناس اللي خايفه بيقول لك ان مدير شكله الحالي مبدئيا ده يعتبر نقله اسطوريه، حتى لو في عيوب ده مبدئيا ان الناس تقلق ان مديرها هيضرها، لا بقيه المنظومه بتقول لك ان في ادارات موارد بشريه وفي خط تاني لو مديرك ظلمك حد هيكلمه، والواقع بيقول ان بيقدروا يطبقوها. لو مديري ظلمني سنه والسنه الثانيه قدام مديري هيمشي بعد كده، لانه خلاص اللعيب فرق فيك انت مش عارف تدير الناس، لان في تقييم المدير نفسه في حاجات بتقول انت ادرت اللعيبه اللي معاك ازاي، حسنتهم ازاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه الحد الاقصى، مفيش في العالم كله حاجه اسمها حد اقصى، تمام؟ والعلم الحد الادنى في العالم كله مرتبط بانتاجيه برضه. ممكن ادي حد ادنى حاجه اسمها اعانه بطاله، بس ما تشتغليش وتاخد فلوس مقنعه. لكن حد الاقصى احنا شفنا انظف تطوير حصل في القطاع في مصر كان القطاع المصرفي، لانهم جابوا احسن لعيبه في المراكز اللي بره ونزلوها. النهارده انا هنا في البرنامج بتاعنا عشان نجيب ناس مؤهله تدير، واحنا ما بنديروش، احنا متطوعين كل واحد فاتح بيته من حاجه، لكن اللي هيجي يدير متفرغ تماما عايز مرتب بياخد اضعافه بره، هيجيبه على اي اساس؟ كلمه عشان خاطر مصر ما بتعيش كتير، عشان خاطر مصر انا لو عايز اخدم بلدي بجد لازم اكون مستريح وبحط كل ما عندي ومش مفلس واخد لي قرض عشان اكمل تعليم ابني ولا غيره. فدي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه، عمليه الناس بترتقي بتترقى كل قد ايه؟ فكره تاني الاقدميه، وعلى الاقل 3 سنين في المنصب ده وخمس سنين في الدرجه اللي بعديها ما ينفعش اطلاقا. يبقى لازم يكون عندي اساليب اكثر ايه؟ سهوله، ان ممكن واحد عنده واحده زي ساره ما ينفعش انا ابص على ساره النهارده اقول هي ليه ما طلعتش وزيره؟ ما طلعتش وزيره؟ ايه بقى المشكله عندي؟ السن ولا 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 ايه المشكله؟ ولا كان لازم تكون مع كل الاحترام، انا مش القضايا القصه لسه في القضاء، لكن لما راجل كان في وزاره من وزارات الزراعه ولا غيره وبدا مش عارف مركز بحوث على مش عارف ايه على مش عارف ايه لغايه ما بقى وزير، تدرب وظيفي تقليدي بحت، طلع ماسك بقى وزير، هو مرتبه اقصى مبلغ دخل جيبه في السنين دي كان كام؟ اتمنظر قوي بايه؟ بحضور لجنه؟ ده اللي خبطت له الدنيا جامد قوي، بس وصل بقى وزير وفي نفس الوقت شايف ان هو بقيمه صغيره تسهيله لقطعه ارض في 10 مليون جنيه، هيقول لا ما شافهاش. انت بتعمل صدمه حضاريه وماديه وكل حاجه، عايز اغير القوانين دي، عايز اخلي الناس دي كلها تشتغل بشكل مبني على منظومه معتمده على الكفاءه على الانتاجيه. لما اي واحد يجي يترقى بلاش، ده انا ابسط حاجه نيجي نعملها كده. الوزراء بتوعنا لغايه النهارده في وزير فيهم لغايه دلوقتي سمعنا ليه مشروع وخطه وارقام عشان نتكلم عليها كل شهر؟ مفيش خالص، ولا محافظ. الكلام ده كله قوانين لازم تصاغ بهذا الاسلوب. يبقى حتى وظيفه الوزير او المحافظ او غيره ليها كرايتيريا في الاختيار، ما نختارش حد على مهم ده عشان حاجه بكره. الشركات بتعمل ايه؟ عايز اقول لازم يكون في بلان لكل وزير. اديك بسيطه، اديك حاجه بسيطه جدا. انت عارف احنا في شركاتنا حتى اللي بيمسك يعني رئيس الشركه في بلد كونتري مانجر عندي معايير واضحه وصريحه بشفافيه محطوطه على موقع الانترنت، اي حد يخش يشوفها. يوم لما نيجي نختار حد ادي فرصه كامله للناس، مفيش حاجه انها مظبط حد. فلما يجي حد بعد يقول لا انت كنت حاطط اعتبارك من الاول ان جات هي اللي هتاخدها انجازات، اقول له تعالى بص بقى احنا فتحنا ادي المعايير تنطبق عليها كذا كذا كذا، وعندي كلمه جميله انت قلتيها ايه؟ الحوكمه. عندي جهه ثانيه بتراقب، عندي حاجه اسمها ميكر تشيكر. الكلام ده كله لازم يكون واضح جدا في القانون، لكن احنا قوانيننا فيها ايه؟ تلاقي ورقه عليها 35 امضى، لو انا مضيت من 36 انا بروح. ما شفتش ايه اللي حصل، ما عرفناش ايه اللي حصل. اتسرقنا وكل حاجه بس كلنا ماضيين على الورق، مش ذنبي. عملنا اللي علينا والمريض مات، ما ينفعش. فدي كلها حاجات بديهه، وده اللي يعمل عداله ناجزه. احنا لغايه دلوقتي قضيه النفقه بتقعد معانا قد ايه؟ انتوا متخيلين كم النزيف اللي بيحصل في كل حته عندنا عشان المجتمع يبقى طبيعي ومنتج و كل الكلام ده؟ هي دي ده بشكل مبسط يعني موضوع التشريعات. تمام. اعتبار للانتماءات السياسيه هنفرق في ده لو حد جاي بخلفيه سياسيه خالص 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 تمام زي ما انتوا سامعين. انا دوري مثلا جايبيني ليه؟ انا مستشاره التقييم. يبقى معناه ايه؟
احنا عندنا معايير معينه واكيد مش من ضمنها. انا بقول لك انه جاي من انهي حزب او انهي فكر، ما فيش مش كده. حضراتكم متوقعين حجم الإقبال ازاي؟ في ضوء ان انتوا اصلا محددين ان يكون في ثقافه وقبول براي الاخر وتنوع فكري في ظل المجتمع. انا اصلا المجتمع لو انا فاهمه سؤالك صح متقبل يعني معك حق، سؤال حلو قوي. بس لما بنقيم اللي قدامنا عن طريقه كتابه وعن طريقه المقابله الشخصيه نسمع كلامه، هل هو يتقبل التغيير؟ معك حق، اللي هو يمكن مش جاي يعني جاهز، واحنا البرنامج الثمان اشهر مش يعني لازم هيحصل تغيير، ولكن لازم يكون قابل للتغيير. مش يعني ده اساس التغيير. اوكي، هل انا جاوبت على سؤالك؟ هو يعني مش واضح بالنسبه لي اجابتك، او هي مش او متحرفه شويه عن